إنها ابتليت بالشك والوسوسة كيف وقع لها ذلك، وهي تصف نفسها كما تقول بأنها من ذوات الصلاة منذ صغرها. جزاكم الله خيرا. الشك والوسوسة هذه أمراض نفسية، وهي نتيجة لتسلط الشيطان على المسلم، فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تكثر من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله يطرد عنها الشيطان، وعليها كذلك أن لا تلتفت للوسوسة أو تهتم بها أو تنفعل معها، لأنها لا تضرها بإذن الله، بل ترفضها رفضا تاما وتطرحها، وبذلك تذهب عنها بإذن الله. جزاكم الله خيرا.